السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. هذه الحلقة هذه غنشاركوا فيها وصفة خاصة بعلاج الإسهال، يعني بواحد المكون طبيعي. هذا المكون هذا بالنسبة للأشخاص اللي كيعانيوا دائما من الإسهال، يعني إسهال متكرر يوميا، هاد الأشخاص هذو لازم يزوروا الطبيب باش يعرفوا السبب اللي عندهم باش يعالجوه يعني وما تفاقمش الامور. اما بالنسبه اللي كيتصابوا بالاسهال صغار وكبار، مرات متقطعه، يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفات هذه باش يعالجوا ويوقفوا الاسهال، لانه كيسبب في العديد من المضاعفات بالنسبه للجسم ديالنا وخاصه عند الاطفال. هاد الوصفه هذه لعلاج الاسهال غادي نحتاجو فيها كوب ديال الحليب، الحليب عادي يعني بارد، وغادي نحتاجو فيها ايضا عصير ليمونه تكون صغيره، ماشي مشكل، ليمونه صغيره فهي كافيه. طريقه بسيطه احبائي الاعزاء، فاش غادي يتصاب عندنا الشخص في العائله بالاسهال، غادي نعطيه كاس ديال الحليب مع العصير ديال الليمونه اللي حصلنا عليه. احبائي الاعزاء، ناخذ هذاك العصير ونصبوه في الحليب ديالنا، ونحركوا هاد جوج ديال المكونات ونعطيوه يعني الشخص اللي مصاب عندنا بالاسهال. غادي تلاحظوا بان الاسهال توقف عنده. هاد الوصفه هذه يمكن لينا نستعملوها 3 ايام متتاليه. من بعد مرور 3 ايام متتاليه غادي تلاحظوا ان الشخص اللي مصاب بالاسهال بدات يعني بدا الحركه ديال الامعاء ديالو بدات كتنظم. وكنتمنى ايضا اللي مصاب بالاسهال يمكن له ما يتغاضاش على شرب الماء ثم شرب الماء. وكنتمنى ايضا شفاء العاجل لكل الناس مصابين بالاسهال، خاصه الاطفال وخاصه فصل الصيف. وكنتمنى ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.